مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج ايكو بودكاست فوتر بودكاست سور ليكونومي اللي من خلاله نتطرقوا لابرز المواضيع الاقتصاديه في الجزائر ولا خارج الجزائر عبر عده فقرات كما عندنا قسرة ايكو ذا توبيك ومينوت كاستيون اي سون بلو تاردي. اليوم راح نهضروا على سوق العمل في الجزائر بين التطور والابتكارات وعلى هذه اللي جي لونور دافوار افيك موا زينب كاوا مديره التسويق في امبلواتيك. مرحبا بك زينب. وبك وهلا. شكرا ولاء. مساء الخير. شكرا على الاستضافه. مساء الخير انيس ومساء الخير لكل مشاهدينا الكرام. يعطيك الصحه. ميرسي بوكو. ورا معنا ثاني انيس بن طيب رئيس المؤسسه الجزائريه للمقاولين الشباب. مرحبا بك انيس. تحيه لك ولاء. تحيه لزينب. تحيه لكل المشاهدين. شكرا جزيلا على الدعوه. يعطيك الصحه. ميرسي بوكو. الوغ زينب نبدا معك. دونك امبلواتيك ا اورغانيزي غير كيما لو 11ام سالون تاع لومبلوا في الجزائر. ان سالون اللي كان ان ايفينمون كبير بزاف سورتو بور لي ريكروتور واللي الشباب اللي راهم يحوسوا على العمل. وشنو هي الحاجه اللي ميزت هذه الطبعه 11 تاع صالون العمل؟ دونك في هذه لا 11ام اديسيون دو سالون دو لومبلوا امبلواتيك كونيكت عرفنا قدوم كبير من طرف باحثين عن العمل. سجلنا اكثر من 14 شخص اللي تقدم للصالون باش يتعرف على المؤسسات اللي كانت حاضره. 14 شخص. نعم 14000 بيرسون كي ايتي بريزونت. 14000 شخص. نعم 14000 بيرسون كي ايتي بريزونت. وعرفنا ايضا البارتيسيباسيون تاع كثير من المشاركات اكثر من 100 المؤسسه اللي كانت حاضره باش تعرض عروض العمل. من حيث الارقام كاين اكثر من 2500 فرصه عمل اللي كانت حاضره في الصالون. وهذا الشيء اللي حفز باحثين عن العمل باش يقدموا نفسهم يجيبوا السيره الذاتيه وايضا باش يتعرفوا ويقدروا تكلموا مع لي ريكروتور. هذه فرصه منتظره كثير من طرف باحثين عن عمل وايضا من طرف المؤسسات اللي تسنى هذا الموعد باش تقدر كما نقولوا تربح الوقت في التوظيف ديالها. الديتكت لي بون تالون لونتربريز تاعها. وكان اوسي فرصه للباحثين عن العمل باش يزابخان دي ميتيي. كاين مهن بالك ما نعرفوهاش كي نكونوا اون طونك ايتوديون ولا نكونوا في المسار الدراسي تاعنا. ما عندناش الفرصه باش نعرفوا لي ديبوشي تاعنا واش نقدر ندير بلا سبيسياليتي تاعي وشنو هما المؤسسات او الاطارات اللي راهي توظف. دو لو صالون كان فرصه باش يمد لو كونتاكت ديريكت اونتر لو ريكروتور والانسان اللي راهو يحوس على العمل. كيما قلتي كونيكتي لي دو. فوالا كيما قلتي كان كاين اكثر من 14000 طالب ولا باحث عن عمل اللي جاو للصالون. دايوغ انا كنت تماك premier jour تاع لوفرتور تاع لو صالون وشفت لا شين كانت فريمون طويله بزاف انترمينابل. دونك زينب قولي لي لي ريكروتور وشنو هو الفيدباك تاعهم مور لو صالون. سيغتانمون قصرتوا معاهم شويه و زافي ديسكوتي افيك او. دونك وشنو هو لو فيدباك تاعهم؟ الوغ سي فيكو كان اقبال كبير. هذه سي لا 11ام اديسيون اي اشاك فوا نحسوا باللي كاين اكثر واكثر باحثين عن العمل. هذه حاجه اللي الغفلت لا سيتوياسيون تاع لو مارشي دو لومبلوا. سي اون رياليتي. كاين بزاف ناس تحوس على خدمه كسا سوا دي بريمو demandeurs, c'est-à-dire des personnes راهم يحوسوا على اول فرصه بوغ او ولا ثاني دي بيرسون راهم ديجا يخدموا دونك موظفين في شركه ويحوسوا على فرصه ما خير عند شركه ما خير اللي يقدروا يتطوروا فيها كثير. من حيث لي زونتربريز دونك لي ريكروتور كان ان روتور تري بوزيتيف. كاين ميم اللي يقدروا يديروا دي ريكروتمون دونك وطفوا سور بلاس. اي زون في دي زونتروتيان دومبوش وقدروا يوطفوا سور بلاس. وكاين بور دوتر زونتربريز وين لو بروسيس دو ريكروتمون يطول شويه بور certains profils ou la certaines industries, mais il suffit avec l'entretien d'une des le salon, ben je ne peux en valider une candidature ou là on a besoin de plusieurs recrutements. Mais en tout cas, il y a des entreprises qui ont récolté des CV. Pratiquement toutes les entreprises ont récolté des CV. Hadjel Darna Hamleh Hadlan, c'est qu'on a utilisé des QR codes. Exactement. Justement, j'allais t'en parler Zineb parce que j'ai remarqué que la plupart des étudiants en Ijaw, qui ont refait les CV تاعهم معاهم, mais qui ont au téléphone تاعهم, ils ont joué l'entreprise, ils scannent le QR code ou ils bâtent les CV تاعهم directement l'entreprise. J'ai vu Tanik qu'il y avait des entreprises qui ont réalité virtuelle. Exactement. Qui présentaient les locaux تاعهم mais tout. Donc Anis, il y a une start-up dans le domaine, tu as les technologies, tu as le numéro et tout. Qu'est-ce que tu as fait cette mubadara, on va dire, de طرف امبلواتيك. اول شيء خلينا نقول قبل ان امبلواتيك بالنسبه ليا قصه نجاح جزائريه. لما تشوفي انه الشاب الفونداتور تاع امبلواتيك وفي مسار تقريبا 15 سنه هو في عالم مؤسسه اقتصاديه نحييه ونحيي الكثير من الشباب اللي بالنسبه لي انا كشاب تمتش نطلع المورال ويجيني هذيك لا بونسي بوزيتيف باسكو علاش اون ا بيزوان دي ساكسيس ستوري لوكال في بلادنا
وتحيه للتحيه للسيلوي. ثاني اعتقد انه بلواتيت واش تحكي الاخت عبر هذه الاحصائيات والارقام شيء جميل بزاف، وشيء يؤكد اليوم انه في فضاء اليوم الشاب لما يتخرج بالجامعه يحتاج دي سباس وين يقدر يعرض لي كومبيتونس تاعو، وين يقدر يتلاقى لي ريكروتور ولا لي ديسيدور تاع لو جوب في بلادنا بسيستم تاع تويتر كود ولا حتى الاسم داتو اسم ايكونيت على ما اعتقد. اعتقد اليوم اوبرواتيك ايضا فهمت بانه اليوم ابخي 11 ايديسيون انا في جيل جديد، جيل اللي هو رقمي في التخدم تاعو الي ديجيتال، سافو دير اوبرواتيك راهي تواكب هذا التحول الرقمي اللي راهو يتعيشوا بلادنا، ولما لا ان شاء الله نشوفوا من القدام كل شيء يكون اونلاين، كل شيء يكون رقمي، لانه اليوم نحتاج الى مواطنه رقميه، نحتاج اليوم الى سيتويانتي نوميريك. اي جو بونس لكل شيء عندها ان ديبار ديالها كومان. Exactement. Ou comme Kaïn, des étudiants, ils préfèrent et les entreprises où ils déposent les CV pour être recrutés. Kaïn, d'autres étudiants ou les chabab jazaériens, ils préfèrent ou ils ibnou le projet taham ou ils lancent le projet taham sur le terrain. Oui, connu Mouqawilin, qui m'a Anis par exemple, l'exemple de chabab El Mouqawil. Donc, un des classes start-up un pays, multi-projet d'investissement, les talafars chalikat l'irtisadia fil majal al-raqmi, ou tani avec raïs al-mouassassa al-jazaériya l'il-mouqawilin al-chabab. Donc, hadithna chouya à la hadith. المؤسسة وكيفاش ترافق المقاولين الشباب؟ شوفي أول شيء المؤسسة تاعي هي جات باسكو علاش أنستاتومو الإنسان كيلقى في الجامعة ولا اللي تخرج من الجامعة عنده دو شوا بقدر ما أنه يبحث على وظيفة أن جوب، بقدر ما أنه كما قلتي قد يكون عنده ليدي وحاب يديفلوبي البروجي تاعو وحاب يكون مستقل ماليا، يعني يكون عنده اون انديبوندونس يعني فينونسيير في حياته. أنا خيرت الخيار الثاني، قلت أنه قادر نصلح أنه نكون صاحب مؤسسة ونخدم ونأسس مؤسسة تاعي اللي تشتغل في مجال تنظيم التظاهرات وايضا مرافقه الشركات اليوم، لانه علاش يجي اي شاب وجو بونس انتم تلاقاوهم في بعض الاحيان يقول انا عندي ليدي حاب ندير ان بروجي بصح ما نعرفش الديبار وما نعرفش ربما ما عندوش طاقه مقاولاتيه ما يعرفش زعما لونيس ما يعرفش كيفاش يدير ريجستر كوميرس سيكوا لي دروا تاعو ما يعرفش لا ريسبونسابيلتي تاعو قدام البنك وين يقدر يدوميسيل الكون تاعو، يعني هذه الامور في بعض الاحيان ما يقراوش داخل الجامعه، ربما داخل الجامعه يقرا كورتي تكنيك يعني نظري. اليوم حنا كشباب فهمنا ايضا انه كواكو اسمح لي نقاطعك، مي كاين دي زانكيوباتور في الجامعات اللي يرافقوا الشباب من هذا الكوتي هذايا اليوم اليوم الجامعه الجزائريه حكيت على التصور الاقتصاد الوطني بصفه عامه، ولكن اليوم نقول ان الجامعه تاع 2023 ماشي الجامعه اللي كانت في 2015، اليوم الجامعه 2023 الجامعه راهي تنفتح على المجال الاقتصادي، هي تعيش تحول رقمي كبير بزاف، هي تعيش نهضه رقميه داخل الجامعه مع السيد الوزير بداري اللي فهم ايضا انه الفو يونيفرسيتي جيانت تكون يونيفرسيتي ديجيتال كما هي موجوده في كل العالم. اليوم الحاضنات والدور المقاولاتيه والدور حتى في وزاره التكوين يعني دور المرافقه والاندماج، كل هذه الوزارات فهمت بان اليوم الشاب تاع 2024 عنده تفكير اخر وعنده عقليه اخرى وعنده ذهنيه انه حب يمشي الى عالم مقاولاتيه. ما تنساش ايضا باش ما ننساوش انه حتى رئيس الجمهوريه يعني لما يتحدث واش يقول لك؟ يقول راني راني حاب جيل خلاق لفرص الشغل مش جيل يحوس على الفرص تاع العمل. اكزاكتومون دو جات لابليكاسيون ولا لا ستارت اب تاع المقاول الذاتي اللي تضم اكثر من 1300 مهنه. دونك انيس حدثنا شويه على هاد لا بلاتفورم، ستادير هاد لا بلاتفورم من بين المميزات تاعها انها تدرس الملفات تاع المقاولين اللي يحبوا. خلينا قلت انه اليوم الوكاله الوطنيه المقاول المقاول الذاتي يعني كما كان انه لما تكون تحكي على مجهودات الدوله عن طريق قوانين ستارت اب انكوباسيون لا اس اف الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئه، هذو ريال انستيتيسيون اللي خلقتهم الدوله باسكو فهمت اليوم انه عندنا طونطونس جديده في 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 في, في المناخ الاقتصادي الجزائري. بصح من ناحيه اخرى سيتو لوتو انتربرونور اليوم ولا المقاول الذاتي اللي هو متواجد في كل دول العالم، حنا في بلادنا سيتو خذينا شويه وقت انه نخلقوا اون اجونس وكاله وطنيه المقاول الذاتي اللي تشتغل ان فيها 1300 تقريبا مهنه اللي تقدر انه اي واحد خدام في مؤسسه ولا عنده اونتربريز تاعو قد يكون ان اونتربرونور. الحاجه مليحه فيها سيتو ان الوزاره على راس ياسين وليد دار اون اجونس ديجيتال يعني الانسكريبسيون سي اون لين تبع كاع لي بروسيدور تاعو سي اون لين تريتمون تاع لو دوسي اون لين تتحصل على كارت شيفا تاعك سي ابخي هما يبعثوا في الايميل باش تروح تيكيبي كارت شيفا تاعك يعني سي اون اجونس اللي باسكو علاش
باسكو هاد لاجونس باش تدخل الى الجزائر العميقه سيتو اليوم لو جال في اضرار في تنزواتين في عين بزاف اللي هو بعيد عليه ما يقدرش يدخل حتى الجزائر ولا باش صادير صافي دير هاد لا ديجيتاليزاسيون تربحنا الوقت تقلصنا المسافه صافي دير اليوم او ميم طون قادرين كاع نعيشوا هذا نعيشوا مع هذا لاجونس او ميم طون جوستومون جو بونس انيس اسمح لي قطعتك واش لازم يتوفر في الدوسيي تاع المقاول الذاتي دوكا شوفي سي با المقاول الذاتي سي تا فورمولور اون لين انسان يدخل نو مي يدخل بور ديبوزي سون دوسيي بور ديبوزي الملف تاعو يعني يكون التحميل تاعو اون لين من بعد سيتو مثلا نحكي مهنه تاع كاتب كاتب اليوم ان اكريفا قد يكون ان اونتربرونور سادو شي سا سي في دي باين سي يكون ان فورمولير في المعلومات تعرف لي زانفورماسيون بيرسونيل وتالي سي تو سي تو البرودوي تاعك تقول انت اليوم راك فنان ولا موسيقار ولا جو سي با غيتاريست ولا سا في دير تو دوا تيشارجي كيلك تخوك اللي ثبتوا للجنه اللي راح تمدك بطاقه مقاول ذاتي انك صح راك تستحق أن يكون عندك لاكارت تاع مقاول ذاتي من بعد لي زوتر بروسيدور سي تو انسان قادر يتبعهم يتبعهم اون لين داخل البلاتفورم وشي الجميل انه في ذلك سي تو كيما قلت فيها 1300 جوب 1300 تقريبا بروفيل تاع مقاول ذاتي اي جو بونس اليوم بزاف شباب رايحين يسجلوا اونتربرونور اللي تسمح لهم انه يكون عنده لاسيغونس ديالو يقدر يبيع البرودوي تاعو اون لين ويونتيسي دراهم ويدير لا فاكتور تاعو باسكو ان سيتان مومون لو جون ولا لو فريلانسر في بلاد نعرفوا بزاف شباب وانتم تعرفوهم يخدم في دارو ما يديبلاسيش ما يحوش لا خدمه ما يحوش لوزي ما يحوش بارمي لي زافونتاج اللي تمدهم هاد الوكاله هذه تاع وكاله المقاول الذاتي ولا منصه المقاول الذاتي هي انه الشاب ما لازمش يكون عنده ان سياج ولا ان بيرو باش يخدم استاجير من دار دوكا لي توندونس تاع لو ترافاي لي مود دو ترافاي تبدلوا كومبليتوم على ديجيتاليزاسيون شنو هما لي توندونس اللي راهم دوكا في لو مارشي تاع لو ترافاي سكون ريمارك لا جينيراسيون زد وي توت ا في الوغ سكون ريمارك ديجا سي ك هذيك نروحوا للبيرو من 8 ل 5 comme ça, derrière un ordinateur, c'est de moins en moins pratiqué, de Exactement. Moins en moins recherché aussi par les chercheurs d'emploi. Il faut surtout qu'on adopte une certaine agilité ou la liberté en étant épanoui, parce qu'on cherche aussi l'épanouissement. Donc, le travail à distance ou le remote, c'est Hadja, les rahets évoluer bzef, que ce soit Fitzager ou là dans le monde, parce que la nouvelle génération, justement, t'house la liberté ou t'house t'mad un sens à son travail. Donc, machin, on va juste le khadma, bich n'khadam. Kima qu'on va le khadma. Donc, on va, mais j'apporte un plus à l'entreprise, blam un impact bzef, la vie personnelle d'y aller. L'équilibre vie professionnelle et vie personnelle prend beaucoup de place aujourd'hui. On a donné une enquête auprès des travailleurs algériens. Après la crise Covid, à la bonne appelée Covid, ça a perturbé comme le monde, même les attentes d'internet bedlo, où t'as les travailleurs bedlo bzef bzef. Avant, par exemple, c'était le salaire qu'on a pu aller en première position, pour une autre. Aujourd'hui, ce n'est pas le salaire, c'est déjà l'apprentissage, donc on doit aller à Mkbil, la formation. C'est tellement important. Le métier les métiers en général, on a évolué. On a chauffé au Kayen, des spécialités Jdida Mikhurjo, par exemple, la cybersécurité, tous les métiers liés à la donnée, même le métier de marketeur, l'ingénieur, ils évoluent très rapidement. دونك باش يقدر باحث عن عمل يلقى روحه في مؤسسه ولا يقعد البروفيل تاعو دائما مليح لازم يخدم aussi على روحه دونك لون دي بروميير زاتونس سي لا فورماسيون لي سكيلز كسا سوا لي سكيلز اوبيراسيونيل دونك لي لوجيسييل ولا لي لانجاج ولا سا ديبون دي ميتيي ولا حتى لي سوفت سكيلز دونك اون بيرسون كي نو بو با اتر اجيل دونك واحد لي كاري لازم توجور الحاجه تندار هكذا اللي ما يحبش يخرج من لا بول تاعو سي اون بيرسون لي لازم عليها تخدم بزاف باش تقدر elle décroche les bonnes opportunités parce qu'aujourd'hui on cherche des personnes qui puissent s'adapter la crise هذه علمتنا بزاف بلي كا tout moment يقدر يكون un changement soit dans le monde qui machina la crise sanitaire ou la crise économique يقدر يكون aussi un changement qui concerne l'entreprise donc لازم les deux côtés les employeurs يقعدوا agile donc ils adaptent les modes de travail aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui ont complètement adopté le télétravail donc ça soit à plein temps pour certains postes ça donne aussi la chance les parce qu'on a de très très bonnes compétences
qui sont délocalisés, qui n'ont pas forcément accès à l'emploi. Mais le travail à distance, on encourage les jeunes sur tout le territoire national pour qu'ils travaillent dans des entreprises où ils aussi ils évoluent. Exactement. La chose qui t'encourage à l'état ni va être le مقاول الذاتي. Je rejoins un truc, c'est que l'autre qui t'a dit à من باب لي جون اللي هما يحوسوا على الخدمه قلت ايضا من ناحيه لي جون اونتربرونور ولا اليوم لي بي دي جي ولا لي ريسبونسابل تاع لي زونتربريز واش يقول لك يقول لك انه ابخي الكوفيد فهموا باللي سايجيست تي ترافاي دو دو اذا عندك يونيتي بتخدم تي ترافاي صافي دير اوتونك في لونتوبيس تاعك راح تقلص بزاف لي شارج ترونسبور لو ستريس تاع الخدامين سيرتو اليوم اذا كاين خدام ما عندوش فيكيو مسكين ولا يخرج على الخمسه يوصل دارو مع باشا سبعه ولا ثمانيه يروح مسكين مقلق اليوم سيرتو تيلي ترافاي انك قادر تلقى اون كومبيتونس تاعك انت في الجي تخدم لوزين تاعك ولا جو سي با نهضر لونتوبيس تاعك يقادر اليوم بارمي لي بروفيت تاعك بلو غادي في لونتوبيس تلقاه واحد راه ساكن في مستغانم راه يخدم معاك صباح وعشيه وهو معاك وصول تيلي ترافاي جو بونس اليوم لو مود دو جوب بقدر ما يتبدل ويتغير سيتو ميم اون بيزوا اليوم دي نوفو ميتي نوميريك راهم يخرجوا في العالم المهنه الرقميه الجديده اليوم انا باردون نختم ميم الفرصه ربما نوجه رساله اليوم للشباب اللي يتبع فينا في هذا البرنامج نقول اليوم سيتو انت ما راك مسؤول انك تفورمي روحك دو ان دو دو المهنه الرقميه الجديده اللي تبدا في العالم ميم كي نحكيو غير على لي دوني يعني باز دو دوني ككلمة بصح من خلالها كاين 20,000 يعني بزاف مهن واحد اخرى واليوم العالم الرقمي يحوس بزاف لي سبيسياليس يعني واحد لازم يميتيزي ان ديتاي تاع توت شابيت ولا في البروجرام اذا نحيي اليوم لو جون اجي ونقول له سي لو مومون وين اربح وقتك عن طريق تفورمي روحك في هذو لي سبيس لان اليوم ميم لافونير تاعك سواء في بلادنا اليوم رايحين نشوفوا اليوم من القدام مصانع ذكيه ونشوفوا مؤسسات ذكيه اللي تشتغل في مجال الرقمنه وكل شيء بقدر لو جون اذا كان عنده ربما حلم انه ربما يشتغل في اكبر المؤسسات يعني لي دوند اونتربريز ايكونوميك في الجزائر ولا خارج الجزائر رايحين يدومونديو لك هذا لابارتي من البروفيل تاعك انك تكون شاب رقمي في التخمام ديالك. اكزاكتومون انيس حبيت ثاني نعاود نولوا للنقطه بما انه هضرنا على المقاول الذاتي ما بين المنصه الامتيازات بلوتو اللي جابتهم منصه المقاول الذاتي هي امتيازات الضرائب. ايوا دونك اسكو تقدر تكسبليكي هذا لو بوان شويه للشباب الجزائري باسكو كاين بزاف اللي ما فهموش. شوفي عباد التيسون تاع الضرائب دي حاجه في بالك باللي اليوم اي موظف ولا اي ريكروتور تيجي يروح يريكروتي بروفيل في المؤسسات ديالو راح يخلص عليها لي شارج هو عنده بارتيسيباسيون تاع لي شارج وعنده بارتيسيباسيون تاع الموظف يخلص على روحه سي تو باس لو جون راح يتاسوي في لاكناس اي لو باترون راهو في الكاسنوس اوكي دي فوا سي لي شارج بزاف سي دي فوا قالت انا مثلا اون طونك اونتربريز لو بروفيل تاع بلادي بيسقامي على الاقل 35% من لي شارج من الصالير ديالو سيتو اذا كاين صالير تاعو مثلا 10 ملايين صافي يحسب لي عندك 3 ملايين ونص لازم تخلصهم عليه هو صافي هذاك البنادم يسقام لك 13 مليون و500 يعني باش نتحدثوا بهذا اللغه باغ كونتر اليوم اذا كان اوتو انتربرونور سيتو على ما اعتقد راحوا ان بورسو تاع 2.5 يعني ما جيت 35% تهبط حتى 2.5 وحاجه مليحه سيتو عندك ميم زافونتاج صافي اذا تاسيوري ب 2.5 ولا بالكلاسي 35% اكي عندك ار سي 4 شيفا اللي اي واحد يحوس عليها باسكو سي لاسيورونس ديالو دو دو سي لي زافونتاج بور بور لي هو انه يبدا يبيع البرودوي تاعو باسكو سي تان مومون ان فريلانسور ولا ان ديفلوبر ويب ولا ان اكسبير ولا ان كونسلتون يروح يتعامل مع المؤسسه يقول له ما نقدرش نتعامل معك ما نقدرش ندير معك كونفونسيون باسكو تاعك بنادم وراني مؤسسه راكي فاهم واش نقول لك؟ صافي ميم غادي تلقى سي تاعك كونسلتون في مخو هارب ويتعل 40 سنه اكسبيريونس بيقول له ما نقدرش نتعامل معك سيرتو لي زونتربريز الكبار باسكو علاه راك بنادم اليوم اللي عنده كارتا تاع اوتو اونتربرونور عنده ان سيرتان مومون اون اوتر كاسيت سيرتو اللي هو سيت اون اونتربريز ماشي ستركتور بصح كبنادم راهو اون اونتربريز يقدر يسني باك لافيل يقدر يسني اون كونفونسيون يقدر يباتيسيبي يقدر يروح ينيغوسي يقدر يغوسوا دو اسمو دو لارجون في سيت مومون اذا كان انا ديفلوبي بور اون اونتربريز مثلا اوروبيان ولا امريكان راح يخلصني مثلا 1500 دولار كيفاش راح يخلصني 1500 دولار ما عنديش هذاك الستاتيو ما عنديش هذاك بصح اليوم في لابورت ناسيونال في البنك الجزائري البنك الوطني في الجزائر يروح يدوميسيلي هذيك لافاكتور ويخلصوه ويفوت حتى يدخل في الكونت بونكير تاعو
شتي هاد الامتيازات اللي ما كانش يعيشها لو جون الجيريان اللي ماهوش اوتو اوتوبخونر. سي بور سا اليوم الوزير اكد ان لا ديني فوا قال بانه كاين اليوم اون دوموند كبيره على لا كارت اوتو اوتوبخونر. حاجه مليحه، حاجه تضمن انه اليوم بلادنا باش تفهمي ربما ميساج بين الميساج اللي حاب يوصلهم باش تبني ليكونومي الجيريان، الاقتصاد الوطني. Il te faut les grosses boîtes, les grandes entreprises, il te faut des PME, des petites entreprises, des micro-entreprises, en fait. Les artisans, les agriculteurs, les startups, les incubateurs, l'auto-entrepreneur, peut-être il va régler beaucoup un pourcentage de bien. يعطيك صحة أنس، ميرسي بوكو. مشاهدينا بهذا نكون لحقنا لنهاية فقرتنا الأولى قص رأيكم، نروحوا تو سويت لفقرة ذا توبيك. عودة لكم مشاهدينا في فقرة ذا توبيك. من اليوم راح نهضروا على لوتيليزاسيون تاع لي تكنولوجي ولا تاع لي ستارت اب لي زابليكاسيون في بالنسبه للشباب اللي راهم يحوسوا على العمل، وما بين لي زابليكاسيون اللي كاينين والمواقع اللي كاينين كاين امبلواتيك. دونك رانيا امبلواتيك هي منصه اللي تربط ما بين لي ريكروتور وما بين اللي يحوسوا على العمل، سواء لي ستوديون اللي يكونوا فريشمون ديبلومي ولا اللي عندهم ديجا ليكسبيريونس ولا ميم اللي يحوسوا على لي ستاج. دونك كيفاش يندار لو ترافاي تاع امبلواتيك باش يربط ما بيناتهم؟ très simple, حنا نلعبوا دور وسيط ما بين les entreprises qui recrutent ou les chercheurs d'emploi. Donc on va sur le site emploitique.com, on permet aux entreprises de publier les annonces d'emploi تاعهم. Donc المؤسسه كي تكون عندها un recrutement تروح في المنصه تاعنا و elle met en ligne les postes مع les avantages ou شاي تحوس. Donc le profil كامل تاع le poste recherché راح تكتبو في هذيك l'annonce d'emploi والباحث عن عمل il suffit de s'inscrire et de postuler en ligne. Donc tout se fait en ligne, on n'est plus vraiment في هذاك الوقت وين نروح نديبوزي سي في تاعي اون فورما بابيي ولا شفي لا تورني دي انتربريز. اون ا فاسيلمون اكسي ا دي ميليي دوفر دومبلوا اون لين بالتليفون تاعي سان سو ديبلاسي. اي سورتو سو كون بيرمي او كانديدا سي دو كونيتر لي انتربريز افون دو بوستولي لهاديك لانونس. دونك حنا كونت اوني سور لو سيت امبلواتيك ديجا كاين اون بريزونطاسيون تاع لي انتربريز، سي تري امبورطون ماشي حتى نلحق لهاديك لانتربريز باش نفيق اسكو مليحه وشنو هما لي ميتيي تاعها لي افونتاج تاعها لا بريزونطاسيون للحكايه تاع لانتربريز. دونك ديجا هاد لي انفو كامل on les a au moment de postuler à l'annonce. Et surtout, dès que je postule, CV تاعي automatiquement, il hack l'entreprise. Quand même, ça fait ce qu'on a dit, on postule. Est-ce que CV est vraiment... Voilà, chaque fois qu'on leur dit, on les CV تاعكم il hack, c'est un hot fix. C'est-à-dire qu'on doit arrêter tout le travail avec les ingénieurs تاعنا doivent travailler sur ça, ce qui est impossible. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir un site internet avec des annonces d'emploi ou CV qui est le candidat, mais il ne marche. Justement, Mokbil, qu'on a parlé en off avec Anis, il a dit qu'il y a des étudiants qui ne savent pas comment faire le CV. Exactement. Donc, voilà. Emploitique, parmi les initiatives qui sont faites, on a formé les étudiants qui font le CV. Alors, déjà, on a fait l'inscription, il y a des étapes. Donc, il y a donc les informations qu'on va remplir. En même temps, le candidat va amener les informations. En même temps, là, il redemme le CV TAO. Donc, c'est un CV électronique. Et on encourage les candidats à mettre en avant les expériences, les compétences, les réalisations, pour que le CV soit bien et qu'il soit le recruteur avec les bonnes informations. Ce qui est fait, c'est qu'on a des articles sur le site où on essaie de sensibiliser à chaque fois sur des thématiques bien précises qui font l'entretien d'embauche. Des coachings. Exactement. Donc des coachings chez nous, on reçoit les candidats, des fois on a des portes ouvertes, on reçoit beaucoup de candidats. On déroule une formation directement à Andna, où là on est présent aussi au niveau des écoles, des universités, des instituts de formation. Si on déroule Tawaiya, sensibilisation, là qui fait un CV Tahom, qui fait un CV le marché de l'emploi, ce qui n'est pas évident. Kikuno étudiant, on n'a pas forcément le déclic, où là les informations nécessaires, bêche, n'khdem la carrière professionnelle. Justement, Anis, c'est recruté des étudiants pour l'entreprise Tahom, voilà. Il recrute. Est-ce que le service les traitements emploitiques, n'ta autant que recruteur et khdmek déjà pour commencer, et aussi où sont normalement les exigences tac les lazmikoun ou kainin un profil bah chez jilandek. شو عبتنا في الاول بديت الهضره تاعي على امبلواتيك واش تعطون باسكو قلت لك سي انا بور مو سي سي ان موديل دان جون انتربرونور دان جون انتربرونور ناجح في البلاد سي دو ان دو دو امبلواتيك فهمت سوق الشغل في الجزائر وجابت لنا دي سوليسيون باسكو على كاين بوتو دو بروبليماتيك اللي انا نعانيهم اون تونك جون انتربرونور ولا بوتو دونتربريز يعانيو فيهم سي كو لما توصل كيسيون تاع لو تريتمون
كما قلتي كاين لي جون متعطش باه يروح يخدم صادي دي فاتانون صغير انونس هكا تلقاي 2000 و3000 سي في سيتامون سي ان فو بوكو دو طوب باتريتيهم كاع وتخيالي بيو بروفيل افيك اون بروفاتيت جو بونس ميم ليكسبيرونس تاع بوكو دو جون اللي نعرفهم انايا عم يتعاملوا معاكم بزاف جو بونس عندهم ان بون فيدباك لانه اون بروفاتيت يربح لك الوقت دو ان يربح لك دراهمك اون شيف دونتربريز وي دو تخوازيام يمدك لا كاليتي صافي لا كاليتي تاع لو بروفيل اللي تحوس عليه راكي فاهمه جو بونس هذا الامور اللي جو بونس لو روتور هذا الفيدباك المليح البوزيتيف من عند لي زونتربريز ومن عند اللي استعملوا امبلواتيك سا تو بيرميت نقول لكم برافو سانسيرمون ربي يوفقكم باسكو راكم تمدوا خدمه كبيره سيرتو بور لي شيف دونتربريز اي سيرتو حاجه كبيره بور لي جون لانهم الغيف تاعهم الغيف تاعهم سي دافوار ان جوب وتاخذ كادير مقبله سي تو دي فوا ان جون مسكين بيعرفش سي في يجي ربما صعيب باه يدير سي في يا لا سوليسيون اللي ديروا الامبلواتيك انك سكو تقدم لهم كوتشينغ لو جان يمدلك الا فا يسعى يتحصل على ان سي في بروفيسيونيل شباب اللي يخليه انه يمد ويبعث بي دي اف بور دوتر انتربريز هذه جات خدمه اللي انا نسمع خدمه بقدر ما هي انكوراجمون لو جون بقدر ما هي تدخل في لا ريسبونسابيلتي سوسيتابل تاعكم اكزاكتومون باسكو زاد دي جوان راكم فاهمين اللي جاو شي حبسوا اي برافو عليكم باش يمدوا ثاني ديناميكيه سوق العمل اي كي اي بارتاجي بار تو لي كولابوراتور فريمون فو دوني ان امباكت للخدمه تاعنا ولا ميسيون تاعنا والهدف تاعنا هو انه اون امباكت لي جون دونك الناس باش يصيبوا خدمه ويبدلوا الحياه المهنيه تاعهم او حتى الحياه الشخصيه كي تكون عندنا خدمه مليحه يو ان امباكت فورسيمون على الحياه الشخصيه تاعنا اي اون دون اوسي ان امباكت على لي زونتربريز اون ريكروتون لي بون بروفيل في لي بون بوست كونت اون ا دو بون ريكروتمون اون ترافاي بيان تري بيان ميرسي بوكو رانيا الوغ مشاهدينا بهذا نكونوا لحقنا لنهايه فقرتنا ذا توبيك ونروحوا توت سويت لفقره مينوت كاستيون عودة لكم مشاهدينا في فقرة مينوت كيستيون دونك جو فوز اكسبليك ان بو لو كونسيبت مينوت كيستيون هادي حنايا شاك سيمين ندمونديو لي انترنوت اللي تبعوا ايكو بودكاست باش يبوزيو لي كيستيون تاعهم يعني على لو تيم اللي رايحين نابورديوه وندمونديو لان دي انفيتي باش يريبوندي في اون مينوت دونك لا كيستيون اللي بوزاوها لنا واللي بوزاوها لزينب دونك قالوا لك شنو هما لي كونساي اللي تمديهم لي زيتوديون فريشمون ديبلومي لما يحوسوا على خدمه انا نقول لهم باسكو دائما يقول لك ما نقدرش نلقى خدمه باسكو ما عنديش اكسبيرونس بروفيسيونيل وكامل مؤسسات يحوسوا على الاكسبيرونس بروفيسيونيل سي بور سا بريسيزي فريشمون ديبلومي باسكو جو دي توجور او زيتوديون ما تستناوش حتى تكملوا القرايه تاعكم كي تكونوا ديجا دون لو كورسوس يونيفرسيتير ولا دون دي زيكول دو فورماسيون il faut faire des stages faire des stages ou نتعلم في هذوك لي ستاج دونك جيساي دابورتي ان بلوس دو بارتيسيبي تاع الصح في دي ميسيون ماشي ستاج ديكوفيرت نحن نقعد نشوفوا شي خدمه وندير ان رابور نو جيساي دو دوموندي كيفاش نقدر نعاون وريو لي تال وتال اوتي جيساي دو مي فورمي قد ما يكون لو ستاج هذا bien قد ما يكون chargé en application صح j'ai participé à des missions قد ما la valeur تاع هذيك l'expérience professionnelle parce que finalement c'est une expérience professionnelle va leur servir pour décrocher un job donc premier conseil que je donne c'est ça deuxième conseil ça n'a jamais été facile de trouver un travail toujours on dit لهم انا باش تبغي خدمه c'est déjà خدمه donc faut savoir orienter sa recherche d'emploi c'est vrai il faut pas imaginer que c'est facile ما نقدرش نقعد في الدار ونستنى يجي يطبطبوا لي في الباب يقولوا لي هيا نصبنا لك خدمه Donc il faut se renseigner, rester branché à l'actualité, se former. Donc on peut se former en ligne. On n'a pas besoin d'intégrer un centre de formation payant ou là je vais débourser beaucoup d'argent en ligne. Mm-hmm. Il y a de très très bonnes formations avec des certifications. نقدر نتعلم et en même temps j'oriente ma recherche d'emploi. Donc نكون انا شفنا tout se passe en ligne. Donc il faut que je sois un minimum inscrit sur les plateformes de recrutement ou نخدم à chaque fois une candidature qui correspond au poste d'emploi. كاين بزاف le même CV يخدمه خطرة. Bon j'imagine, je sais que c'est compliqué de faire CV, le même CV postulé bien les annonces, ça peut pas marcher. Je ne vais pas mettre en avant les compétences TAE pour les mêmes postes de la même manière. Donc, واحد يحوس commercial ou la chargée client, même si je correspond pour les deux, CV تاع commercial نعطيلو une certaine orientation en mettant en avant واش راه يحوس في هذا لو poste commercial ou ta service client, kif kif. Je vais orienter la recherche ديالي. Merci beaucoup Zineb Kawan, ذكر انك مديرة التسويق في امبلواتيك. Merci Wala, merci pour l'invitation. يعطيك الصحة. Merci beaucoup Anis Ben Tayeb, ذكر انك رئيس المؤسسة الجزائرية للمقاولين الشباب. شكرا عليك على هذه الدعوه ان شاء الله فدنا كل اللي عم يشوفوا في البرنامج ميرسي بوكو ان شاء الله يا ربي اون ليسبر مشاهدينا بهذا نكونوا لحقنا لنهايه عددنا نهار اليوم نعطيكم موعد في العدد القادم ان شاء الله في امان الله